سقط رجل في حفرة. سقط في الحفرة ولم يقدر أن يخرج منها. وفي يوم مر به مسافر وقال له: اقضي وقتا في التأمل لتطهر أفكارك، وعندما تصل إلى السمو الفكري ستنتهي كل معاناتك. وبالفعل قام الرجل بكل ما طلب منه، ولكنه بقي كما هو في الحفرة. ثم مر به رجل آخر وشرح له أن الحفرة ليست موجودة من الأساس، وأنه هو أيضا غير موجود، وكل هذا ما هو إلا وهم وخيال. أما الرجل الغير موجود فظل محبوسا في الحفرة التي لم تكن موجودة. وأتى زائر آخر وأخبر الرجل أن الحل هو أن يعمل أعمالا جيدة ليحسن من آخرته، ومع أنه سيموت في الحفرة ولن يخرج منها، لكنه سيتجسد بعد الموت في شكل مبهر. ثم مر به رجل آخر. كان هناك شيء مختلف في هذا الرجل. نظر ونادى على الرجل الذي في الحفرة وسأله: هل تريد أن تخرج حرا؟ ونزل هذا الرجل بنفسه إلى الأرض، إلى داخل الحفرة، وحمل الرجل وأخرجه إلى النور. والرجل الذي كان في الحفرة ولم يستطع الخروج منها أصبح حرا. أهلا بكم وبكل مشاهدينا على القنوات الفضائية سات 7 والكارما. خلينا نديهم تحية كبيرة قوي في كل حتة حوالينا. واهلا وسهلا بكم وكل اخواتنا لاول مره يشرفونا في كنيسه قصر الدباره في اجتماعنا الخامس في اليوم الثالث في النهضه بتاعتنا اللي بتتكلم ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. اصلي ان الرب يدينا يوم مبارك، ولو اي حد فينا مازال جوه الحفره بايديه القديره ينتشلنا ويخرجنا بره الحفره. خلينا نرحب بفريق الحياه الافضل وهو بيقودنا وقت التسبيح والعباده. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. فعظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني. نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قدسيه لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، أما منتظر الرب فلا يعوزه شيء من الخير. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتك. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يبني من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. هللويا. Thank you.
علينا تشوفك. No!
قد نغيب نتحدى بيك المستحيل. لا حد سيف ولا اضطهاد هيخلي ايماننا بيك، ايماننا بيك قد نغيب نتحدى بيك المستحيل. لا حد سيف ولا اضطهاد هيخلي ايماننا بيك. الهنا I'm
تفضل استلم. ضحكتها عالية لكنها مغيبة، بتخفي ورا الضحكة الألم، بتدور على الحب والأمان، مسجونة جوا صغر نفسها، مرفوضة من كل اللي حواليها. عمره ما شاف النور، مسجون ورا عيون مقفولة وقلب مليان مرارة. الدنيا سودة من يوم ما اتولد. مسلوبة من أعز الناس، فقد الأمل والرجاء، وأنتها بتحرق القلب مع كل دمعة بتسيل على الخد. منبوذ حتى من أهله، أصله مريض بمرض معدي. النفس موجوعة قبل الجسد، مشتاق للمسة حنية. مجنون وبيشوه نفسه. بيحاول يسكت ألم جواه. بيدور على نفسه جوه علبة بازل. القطع مش راكبة على بعضها. Oh,
يلي بتستخبى ورا صغر نفسك، يلي ماشي ورا قطيع مش عارف رايح لفين، يلي مسكون جوا ألمك بتدور على القبول. الناس دي تقابلت مع واحد غير واقعهم لواقع تاني مليان أمل وخير. الشخص ده قلب حياة السامرية، فتح عينين الأعمى، رجع للأرملة ابنها، لمس الأبرص فشفاه، رجع للمجنون عقله. مستني ايه؟ هو النهاردة بينده لك.
دلوقتي عندنا فرصة نسمع قصة من واقع حياتنا المصرية، ما بين الألم والمعاناة والظلم، ربنا موجود، أنت ليه بتسمح بكل ده؟ وما بين السحر والعرافة وكمان الجانب المشرق اللي فيها إشراقة ربنا. خلينا نسمع قصة تامر في الوقت اللحظات اللي جاية. أنا اسمي تامر ميلاد، اتولدت في بيت عيلة، بيت عادي جدا، حياتي من أنا وصغير لحد خمسة ابتدائي كنت كويس جدا، حلو قوي، كانت الناس كلها بتكلم عليا إن هي كلية مستقبل حلو، ولد ذكي جدا. من أول خمسة ابتدائي اتفاجئت واتصدمت قوي أنا سقطت، دي كانت بالنسبة لي صدمة، كان حسيت جوايا بظلم أو من ربنا، أنت ليه بتعمل معايا كده؟
للظلم دوت؟ ليه كلهم ينجحوا وانا اسقط؟ ابتدى من جوايا اسئله كتير قوي ضد الله. بعديها نقلت اعدادي، حسيت بمعاناه، حسيت ان انا مش طفل زي كل الاطفال. ابتدت تحصل مشاكل بين بابا وماما كتير قوي، ابتديت اتخانق مع امي، ازعلها بايدي، اشوح لها، واتخانق مع ابويا كل شويه وكل يوم والتاني. بقيت انا دايما عصبي معاهم، ودايما مش طايق اي حاجه في البيت، حاسس اني مظلوم. ابتديت اشتغل، ابتديت احس بالظلم في الشغل، ابتديت اطرد من شغلي من رؤسائي، ابتديت احس بظلم او بقهر منهم ليا. تعبت نفسيا جدا جدا قوي قوي. لما زاد بيا التعب قوي قوي قررت ان انا انتحر، وحسيت ان الموت اهون بكتير من العيشه اللي انا عايشها. وصلت عند كوبري 6 اكتوبر وقلت ان هرمي نفسي من الكوبري ده على الميه. بس قبل ما اعمل كده بصيت فوق في السماء كده وقلت له انت مش موجود، وانت اله ظالم، انت سايب الناس تعمل في بعضها اللي هي عايزاه، وسايب ابليس يعمل اللي هو عايزه فينا. الطبيعه بتاخد مجراها، انت ما بتعملش حاجه ومش متحكم في اي امور، ولو كنت موجود تبقى اله ظالم وقاسي قوي. وانا الموت ليا افضل من ان انا اعيش في الحزن، لان ابتديت قبليها اروح عند دكاتره نفسيين واتعب اكتر، فكان ضاغط نفسي جدا. فقررت ان انا اعمل كده. حسيت بحاجه قويه جدا بتمنعني وترجعني لورا. خفت قوي 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 ان انا ارمي نفسي. بعد كده اتنقلت فتره الجامعه، تعرفت على ناس بتوع ودع، اتعاملت معاهم، بقيت اروح زيارات بيوت، اقرا الفنجال، وبليز كان بيديني شريط فيديو للناس اعرف اسرارهم واعرف حياتهم. الناس كانت بتنبهر بيا، بتتعجب بيا قوي. انا كنت بلاقي فرح قوي واغراء عظيم قوي وكبرياء قوي كان بيملاني، اني انا غيركم، انا بعرف كل حاجه عنكم. كنت بلم اصحابي البنات والولاد في الجامعه واشوف لهم الفنجال واحد واحد. لكن في وسط ده كله كنت بالليل ما بعرفش انام، بخاف، كنت مجرد ما اطفي النور ما استحملش ارجع اولعه تاني، لاني كنت دايما بشوف احلام وكوابيس من ابليس ليا ومطارده ومن هجوم. كان بيتحبني بالليل قوي في منامي، كنت خايف قوي، كنت اولع النور. ابتديت ان انا امشي في علاقات مش مظبوطه، اتقبض عليا في الشارع مع بنت سيئه جدا جدا، كنت ماشي في وضع مخل قوي، اتقبض عليا وانا في الشارع برضو سكران والخمر معايا. اتخذت تحري وقعدت يوم في القسم وخرجت. تعبت جدا من الفشل والاحباط في كل حاجه في حياتي، حسيت ان الحياه ملهاش معنى، كلها فشل، كلها ماشي في طريق مسدود وفي ظلمه. جالي صديق لي قال لي تعالى روح مكان تتدرب فيه تعلم فيه، قلت ماشي اروح. رحت، تعرفت هناك على قائده وام روحيه ليا، ابتديت تصلي معايا، وابتديت ان انا اتعبهم قوي، لاني انا ما كنتش مصدق ولا مآمن ان يوجد الله. فابتدت تصلي معايا، قالت لي كده انا صليت معاك كتير، انت لازم تصدق في ربنا وجرب الهك وصدق فيه مره واحده في حياتك. انت عملت كل حاجه اللي انت عايزها ما لقيتش حل، جربه المره دي بس وانت مش هتندم ومش هتخسر. كنت واقف معاها وقلت اجرب، مش انت موجود وريني هتعمل ايه. فجاه جت كوره من النور قويه جدا حاطه في دماغي، رحت واقع على الارض ساجد. ابتدى تنميل اللي يحصل في دماغي وفي قلبي، ما كنتش حاسس بخوف خالص، كنت حاسس بسلام، وكان اول مره احس بسلام. بعديها على طول قمت ورحت نمت. ابتدى ابليس يجي لي تاني في المنام، بيهاجمني ويهددني بالفشل واني مش هرجع لربنا. ابتديت اخاف قوي، ابتديت اروح لامي تاني واقول لها انا بتهدد من ابليس، وصلت معايا تاني. فجأة اتخطفت ورحت في حتة ضلمة قوي فوق في الهواء، فضلت اصرخ انا في ضلمة انا عايز ارجع. سمعت صوت من ربنا بيقول لي بص تحت، فبصيت لقيت جثة محمدة مرمية ملهاش اي قيمة. ابتديت اخاف واصرخ واقول له انا في ضلمة انا في ضلمة عايز ارجع عايز ارجع. وفي لحظات رجعت تاني، رجعت بشرق قوي، خوف ان انا مش عايز الضلمه ومش عايز ارجع فيها تاني. بعدها ابتديت اصدق ان الله
موجود. بعد كده لما ابتدي تصدق ابتدى ابليس يهاجمني تاني في نومي تاني اكتر واكتر. ورحت للقائدة ام الروحية ابليس بيهددني، قلت لي تعالى وصلي واعلن كده، يا رب انا عايزك وعايز حضورك، انا عايز اشوفك، اظهر نفسك ليا. ابتديت ان انا اصرخ واصلي وارفع رجلي وادبها في الارض، رب اديني سلطان على ابليس، انا مش عايزه، انا برفضه. ابتديت هي تقودني في الصلاه، ابتديت اصلي من قلبي بصوت عالي قوي، ابتديت اقول انا عايز حضورك، المسني، انا عايز اشوفك. بعدها شفت يسوع ظهر ليا وبنور كبير قوي وعجيب قوي، ابتدى يحط ايده عليا يقول لي مين الاقوى؟ قلت له انت. نظراته كلها كانت حب ليا، حب. ابتديت فرحان قوي من ربنا جدا، غيرني ونقل حياتي وحررني وشفاني، ملا حياتي كلها بعديها فرح نجاح. ابتديت اقرب منه اكتر واكتر واكتر، ابتديت كل يوم ورا التاني يقودني وراه وامشي وراه. بعد ما كان ذهني ملك الابليس، ابتدى الله هو اللي سيطر على جسدي وذهني ونفسي وروحي. يحاربونك ولا يقدرون عليك، لان انا الرب منقذك ومعك. دايما بشوف الله صالح قد ايه، ومهما ابليس بيحارب هو بيتغلب وبيفشل. سلمت حياتي لربنا قوي في اليوم دوت، وحياتي كلها اتغيرت. ابتديت اروح للناس اللي هما تعبانين نفسيا وروحوا للموت وقيادين واسحار، ابتديت اروح وابكي عليهم واصلي من اجلهم ان ربي حررهم زي ما حررني. احبني ربي يسوع، ربي يسوع. Thank you.
كل يوم عندنا قصة بتتكلم عن ربنا وصنعه وأمانته وصلاحه. والنهاردة عايزين نرحب بتامر اللي احنا سمعنا اختباره النهاردة وعن عمل ربنا في حياته. دلوقتي لينا فرصة نسمع كلمة الرب على لسان فم القسيس سامح حنا. مساء الخير. النهاردة ربنا جاي يقول لناس كتير وصينا افرد لفوق جناحيك وافتح في النور عينيك. الأيام اللي فاتت ربنا خلى ناس تفرد إيديها لفوق وفتح عينين ناس، والناس تجاوبت مع صوته ومع دعوته. والنهاردة ربنا كمان جاي ينادي على ناس كتير وصينا. نفسي أعرف كم واحد معانا جديد هنا ما جاش ولا يوم من أيام النهضة، أول مرة بيجي وصينا. ده عدد كبير مش قليل. بنرحب بيكم ومبسوطين أنكم تكونوا معانا، ومصدق ان النهارده ربنا عنده كلمه لينا. هقرا مع حضراتكم مزمور 34 اللي متاخد منه شعار الايام دي. هقرا من عدد 1 لعدد 8. اختبار شخصي لداود بيتكلم فيه عن نفسه، بيقول: ابارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. غمض عينك دقيقة النهاردة معايا، قول يا رب كلمني كلمني. يا رب احنا مصدقين انك موجود وسطينا، ومصدقين يا رب ان في كل مرة بنلتقي بيك انت بتكلمنا. كلمنا النهاردة يا رب، كلمنا يا رب النهاردة. كل اعاقة ضد سماع صوتك يا رب لا تكون. يا رب افتح القلوب وافتح العيون وافتح العقول النهاردة لسماع صوتك، وادي لكلمتك سلطان على حياتنا النهاردة يا رب لتغيرنا. احنا بنعظمك، خد كل المجد النهارده يا رب. امين. مزمور 34 اختبار شخصي لداود، بيشارك فيه قصه حياته، بيشارك فيه خلاصه خبرته مع ربنا، وبيقول انا حياتي عباره عن تسبيح ربنا. ابارك الرب في كل حين، تسبيحه دائما في فمي. بالرب تفتخر نفسي. عمال يقول انا حياتي هبارك الرب، هتكلم عن الرب وهديله مكانته في حياتي، هديله المكان اللائقة بيه، هتكلم عنه الكلام اللي يستحقه اللي يستاهله. أنا هفضل أسبحه طول الوقت. أنا حياتي عبارة عن افتخار بالرب.
بيقول ان الودعاء اللي اختبروا الاختبار ده بلغه العهد الجديد، المؤمنين اللي اختبروا ربنا بالصوره اللي انا اختبرتها هيعظموا الرب معي. وبعدين بيقول لنا ليه، ليه هو عظم الرب؟ بيقول طلبت من الرب فاستجاب لي، من مخاوفي انقذني. هذا المسكين صرخ والرب استمعكم. بيحكي عن خبرته مع ربنا، انه اختبر الله اللي بيسمع الصلاه، اختبر الله اللي بينقذ المسكين وبيسمع الصراخ. وبعدين يقول جمله اعتراضيه وهو بيكمل القصه بتاعته مع ربنا، يوقف الكلام ويقول لهم ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. لو عرفتوا الرب بالصوره اللي انا عرفت بيها ربنا هتلاقوا الرب ده طيب صالح محب مفيش زيه. هتقدر حياتكم تبقى عباره عن تسبيح للرب، هتقدروا تقولوا الكلمات دي دائما تسبيحه في فمه. وانا اعتقد ان قصه حياه داود مع ربنا اختبر فيها ربنا بصوره مختلفه. كنت بقرا كتاب كده من مده اسمه اكسبيرينس جاد لكاتب اسمه هنري بلاكبي. هنري ده كان لما كتب الكتاب ده كان عمره في منتصف التسعينات، وكتب عن الخبره مع الله او تذوق الله، ازاي انت تختبر الله. واتكلم عن سبع حاجات، واحده من الحاجات الاساسيه اللي حطها قال ان اساس العلاقه مع الله هي المعرفه الاختباريه، مش انك تقرا عنه في كتب، مش انك تعرف عن ربنا، انك تختبر هذه المعرفه وتصير معرفه حقيقيه في حياتك. وقال ان اساس العلاقه الاختباريه او المعرفه الاختباريه دي بتكون من خلال الثقه والطاعة لله، إن أنا كل ما بثق في ربنا وبطيع ربنا بختبر ربنا وأقدر أتذوق ربنا وأقدر أعيش الحياة ديا. وده اللي قاله داود، قال كده هو ذوق وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. يا بخت الإنسان اللي بيثق فيه هيختبر ربنا بالصورة دي. لما تثق في ربنا وتطيع ربنا هتقدر تختبر ربنا بالصورة دي. في ثلاث حاجات ربنا داود اختبرهم في ربنا وشاف ربنا فيهم وهو بيعملهم في حياتهم. وانا اعتقد النهارده ان ده احتياج اي انسان، اللي هتكلم عنه النهارده ده احتياج اي انسان، ايا كانت خلفيته، ايا كانت ديانته، ايا كانت الايديولوجيه او المعتقد بتاعه. الانسان يحتاج الى هذه الامور الثلاثه اللي هتكلم عنها النهارده. داود اختبر ربنا مريح الضمائر. ده يعني ايه الاله اللي بيريح الضمائر؟ اختبر ربنا اللي اراح ضميره. داود كتب سبع مزامير عن التوبة، مزمور 6 ومزمور 32 و 38 و 51 و 102 و 135 و 145. في مزمور 151 بعد ما عمل العملة الفظيعة الشنيعة بتاعته مع بتشبع حصل جواه ضميره كان بيشتكي عليه، بيقول خطيتي أمامي دائما، كل ما بيتحرك كل ما بيروح كل ما بيجوا الخطية المصيبة اللي عملها قدام عينه ضميره بيشتكي عليه، ضمير شرير، ضمير مشتكي عليه لأنه عمل خطية مش قادر يستريح، الخطية أمامه دائما. قال له ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية. صلى وتاب قدام ربنا ويجي يكتب في مزمور 32 الكلمات دي، يقول كده طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى للرجل لا يحسب له الرب خطيه. يا بخت الانسان. على فكره مزمور 32 اتكتب بعد مزمور 51، المزامير مش موجوده بالترتيب الزمني بتاعها. فبعد ما داء الغفران، بعد ما نال راحه الضمير، قال يا لسعاده يا لفرحه الانسان اللي بينال غفران الخطايا، اللي خطيته سترت. يا بخت الانسان ده الذي لا يحسب له الرب خطيه، الانسان المبرر. وبيقول له كده قلت اعترف للرب ذنبي، قلت لنفسي انا هعترف لربنا بالخطيه، وانت رفعت اثام خطيتي. اختبر الاله اللي بيريح الضمائر. اكتر حاجه بتتعب الضمير، اكتر حاجه تخليك بتشعر بالذنب الخطيه، ان خطيتك شايلها، ان ما زلت محتفظ بالخطيه في قلبك، ان الخطيه لم تغفر لم تستر. وده اللي قاله يونسان في صمويل الاول لداود لما قال اعترفت بخطيتي، قال له الرب قد نقل عنك خطيتك لا تموت. الرب لما بنتوب بيرفع الخطية. النهاردة الرب عايزك تختبره الإله الذي يريح الضمائر، زي ما أراح ضمير داود من الخطية اللي عملها وفرح قلبه، قال طوبى للإنسان اللي غفر اسمه وسترت خطيته. الرب النهاردة عايز يريح ضميرك. لكن مش بس داود بيقول ذوقوا وانظروا الرب مريح الضمائر، لكن ذوقوا وانظروا الرب مشبع القلوب.
اللي بيشبع القلب، اللي بيدي الأمان، اللي بيدي السلام. أكتر احتياج عند الإنسان مش الأكل والشرب، أكتر احتياج عند الإنسان إنه يشعر بالأمان، إن قلبه يبقى شبعان، إنه ما بقاش محتاج حاجة، شبعان بالرب. وده اللي اختبره داود في ربنا، ده الإله الذي يشبع القلوب ويعطي الأمان. في مزمور 27 كده بيقول: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. الإله اللي بيديني الأمان، إله النور، الإله الخالق صاحب السلطان اللي قال ليكن نور فكان نور، هذا الإله هو اللي بيطمني. اختبر الإله الذي يعطي الأمان، اختبر الإله اللي بيشبع الاحتياجات. يقول كده: لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. أنا مكتفي بالرب، أنا شبعان بالرب. ده ربنا اللي بيدي الأمان وبيشيل الخوف. كان خايف من أبشالوم، وكان خايف من شاول، كان خايف، الرب اداله الأمان. اختبر الإله اللي بيقول: طلبته فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. أنا بقول لك دوق الرب اللي بينقذ من كل المخاوف، أيا كان نوع المخاوف دي، الرب ينقذ من المخاوف ويعطي الأمان والسلام ويشبع القلب. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. لكن كمان اختبر الإله الذي يشفي النفس، مش بس بيريح الضمائر، مش بس بيشبع القلب ويعطي الأمان، لكن بيشفي النفوس المكسورة والمجروحة. في مزمور 34 لما تقرأ عدد 18 بيقول: قريب هو الرب من المنكسري القلوب. الرب قريب من المجروحين، الرب قريب من القلب مكسور، الرب قريب من الحزانة، الرب جه عشان يشفي منكسر القلوب. وأنا أعتقد الثلاث حاجات دول النهاردة الروح القدس بيصرخ وسطينا، صوت ربنا لينا النهاردة. لو ضميرك تعبان النهاردة، في مريح للضمائر. لو قلبك خائف وخائر وجعان، هناك إله يشبع القلوب. لو نفسيتك محطمة، هناك إله يشفي منكسري القلوب. إرسالية المسيح مش بس يخلص الخطاة، لكن يشفي منكسري القلب. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. حياة المسيح انقسمت بين ثلاث فئات من الناس، ثلاث مجموعات من الناس المسيح قضى معهم وقت. قضى وقت مع الجموع، يعز الجموع، يعز الآلاف زي الموعظة على الجبل، زي حاجات كتير قوي. الجموع كانت بتروح وتيجي ورا المسيح، تحب تسمع أحلى تعليم وأحلى كلام. وناس تانية المسيح ادهم وقت كبير، التلاميذ، علشان عارف ان دول اللي هيكملوا الإرسالية من بعديه، وادهم وقت أطول بكتير من الجموع. لكن كمان في وسط الجموع والألاف، وفي وسط التلاميذ اللي بيعدهم للإرسالية، لم ينسانا كأفراد. كان بيتقابل مع الناس أفراد، والرب النهاردة جاي يقابلك بصورة شخصية. إنجيل يوحنا أكتر الأناجيل اللي المسيح فيه تقابل فيه مع الناس، لقاءات شخصية للمسيح مع الناس، مع اللي ضمائرهم متعبة، مع اللي قلوبهم خائرة، مع اللي نفسياتهم مجروحة. لما تقرأ إنجيل يوحنا، مقابلات شخصية، وكل مقابلة تخيير، وكل مقابلة ناس ضميرها يرتاح، وكل مقابلة ناس تشفى من الجروح، وكل مقابلة قلوب تمتلئ بالأمان والسلام. والمسيح جاي الليلة يعمل كده، أيا كنت قريب منه أو بعيد منه، جاء علشان يريح الضمير. هاخد ثلاث شخصيات بسرعة: داء الرب مريح الضمائر، داء الرب مشبع القلوب، داء الرب شافي النفوس. والنهاردة تقدر تدوق الرب بالصورة دي. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. في إنجيل يوحنا أصحاح 3، شخصية مشهورة جدا وتعازنا عنها كتير جدا، بس عايز أقف عندها من زاوية مختلفة شوية النهاردة. إنجيل يوحنا أصحاح 3 تكلم عن نيقوديموس. يقول: كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيسا لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أطيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. نيقوديموس رئيس لليهود، واحد في عضو في أعلى مجمع في اليهود، مجمع السنهدرين، واحد من 70 واحد من معلمي اليهود، واحد دارس الدين كويس، من طبقة ضيقة جدا، كونسيرفتيف قوي، اسمهم الفريسيين. والفريسيين تقرأ عنهم في إنجيل متى أصحاح 23، بيعملوا كل حاجة بالحرف.
ما بيعدوش، ما فيش حاجة بيعدوها. يعني بالنسبة لللبس، لبس تدين، يقول عنهم الكتاب يعرضون أعصابهم ويطلين أهداب ثيابهم ويعظمون أهداب الثياب. يعني بيلبسوا اللبس اللي بيقول إن الناس دي متدينة، الناس دي بتاعت ربنا، الناس دي بتخاف ربنا. يقول عنهم المسيح: ويل لكم لأنكم لعلة تطولون الصلوات. لما يصلوا يقعدوا يصلوا أوقات طويلة جدا، وبيصوموا مرتين الاثنين والخميس، ويعشروا كل ما يقتنون. يعني الكتاب اتكلم في العهد القديم الرب طلب منهم يعشروا الأبقار والغنم ومحصول الأرض أو غلة الأرض. هم بقى مش كده بس، دول بيعشروا حتى الايه، الأعشاب اللي ربنا ما قالش عليها انها تتعشر، بيعشرها لألا، عايز يرضي ربنا بأي طريقة، عايز يتأكد انه بيرضي ربنا، فبيعمل أعمال كلها تبدو انها بترضي ربنا. ده كانوا بيعشروا النعناع والشبت والسذاب وحاجات كده. النعناع ده تعشيره صعب جدا، يعني النعناع لما بيتزرع بيفرش على الارض جامد، فياخدوا العمدان بتاعت النعناع دي. انا كنت بزرع نعناع، النعناع العمود الورق بتاع النعناع مش كل الفرع كل الورق اللي فيه قد بعضه، فموضوع تعشير النعناع ده صعب جدا. ليه؟ لانه بياخد عمود عمود او بتاع كده ويقعد يعد، تسعى لربنا واحدة لربنا وتسعى ليه وهكذا، يعشر كل حاجة، فنضيع وقته ايه؟ يعد في نعناع. كان بيلتزم بكل ما جاء في الشريعة والناموس بالحرف. تقرأ في عبرانيين 9:10 عن لستة بأطعمة وغسلات جسدية، بيأكلوا أكل معين وبيصوموا صيامات معينة ويغسلوا إيديهم ورجليهم طول الوقت. إذا لمس امرأة يغسل إيده، إذا لمس أممي يلمس إيده، إذا لمس أي حاجة ميتة يلمس إيده على طول، يغسل رجليه طول الوقت ليكون داس على نملة ولا حشرة ميتة، فعايز يتأكد إن كل حاجة مظبوطة بالظبط، عايز يرضي ربنا. وعلى فكرة نيقوديموس ده متدين أمين، متدين أمين مش وحش، هو عايز يرضي ربنا، غير سمعان الأبرص اللي المسيح دخل بيته اللي قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة. فرق كبير بين نيقوديموس وسمعان. نيقوديموس ده يروح للمسيح ليه؟ ده السؤال اللي أنا عايز أسأله النهاردة. يا سيدي أنت متدين، يا سيدي أنت بتعمل كل حاجة، يا سيدي أنت ما بتضيعش وقتك، أنت بتصوم وبتصلي وبتلبس ومحترم ومحتشم وبتختسل وبتعمل كل حاجة ربنا بيقول عليها، أنت بتروح للمسيح ليه؟ المفروض ضميرك مستريح، المفروض أنت بتعمل كل المطلوب منك، ليه تعبان؟ ليه ضميرك تعبان يا نيقوديموس؟ عارفين راح للمسيح ليه؟ لأنه رغم كل هذا التدين حاسس إن في حاجة غلط جواه، حاسس إن في حاجة مش مظبوطة. سمع عن يسوع، سمع عن تعليم المسيح، سمع عن اللي قال أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم، سمع قال الشخص ده في حاجة مختلفة، سمع بدليل راح قال له يا معلم. بس سمع كمان عن المعجزات اللي عملها المسيح وقال إن الشخص ده مختلف، مختلف في التعليم ومختلف في القدرات الإلهية، مختلف، ده مش نبي، ده مش عادي. نعلم أنك أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات إلا أن كان الله معه. فهو سمع عن تعليم المسيح، وكتير بيسمعوا عن تعليم المسيح وبيعجبوا بتعليم المسيح. بس أنا فرحان بنيقوديموس قوي اللي سمع عن التعليم وقال أنا هروح للشخص دون، أنا هروح للشخص دون. ملحوظة، جاء للمسيح ليلا. أصل الشخص ده متدين، أصل الشخص ده قام في المجتمع، أصل الشخص ده ذو منصب، ولو عرفوا أنه راح للمسيح هتبقى فضيحة بجلاجل. هو قلبه مشدود للمسيح، بس المنصب بتاعه، بس الظروف بتاعته ربطاه مخلياه مش قادر يروح للمسيح، مش كده راح للمسيح ليلا أو سرا زي ما بيقول الكتاب. وقال للمسيح الكلمات دي: يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن محدش يقدر يعمل الآيات دي إلا أن كان الله معه. مفروض المسيح يرد عليه يقول له إيه؟ يقول له في كذا إجابة، واحدة من الإجابات أنا أعظم معلم، نعم أنا معلم وأعظم معلم. إجابة تانية يقول له أنا مش معلم بس أنا مخلص، ممكن يقول له أي إجابة. بس المسيح على طول عارف أن نيقوديموس ضميره مش مستريح، رغم أنه متدين، رغم أنه بيصلي، رغم أنه بيصوم، رغم أنه ما دقش راحة الضمير ولا اختبر الإله الذي يريح الضمائر. قال له نيقوديموس ينبغي
الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ومرة تاني قال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. إذا ما تولدتش من فوق مش هتدخل ملكوت الله. الملكوت اللي انت بتدور عليه، الحياة الأبدية، مش حاجات وممارسات وطقوس وأشكال ولبس، مش ده الملكوت، مش دي الحياة الأبدية. الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه المعرفة الاختبارية هي التي تأتي براحة للضمير وتعطي سلام للضمير. ينبغي أن تولد من فوق. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون بكورة من خلائقه. بيرسل كلمة في قلبك، فالروح القدس يعمل ايه؟ تنبت في قلبك فتولدك. ضميرك تعبان النهاردة، يمكن متدين بأي طريقة بأي شكل، يمكن متدين من أي خلفية، ضميرك مش هيستريح، مش هتشعر بسلام الضمير وراحة الضمير بدون أن تولد من فوق، بدون هذا اللقاء الشخصي مع مريح الضمائر اللي بتقول اللي بيقول عنه في عبرانيين أصحاح 9 وعدد 14، بيقول فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله. اللي يطهر الضمير، اللي يدي راحة للضمير، دم المسيح. مش كده حطينا الصليب ده؟ مش كده حطينا الصليب ده؟ صليب اللي في المسيح دمه نزف ليطهر ضميرك وضميري. وده اختباري أنا، ياما حاولت أرضي ربنا، ياما حاولت أصوم وأصلي وأدي الفقراء وأعمل حاجات قبل ما أعرف الرب. عندي شعور بالذنب وضمير بيشتكي علي نهار وليل، إلى أن تقابلت مع اللي بيغسل الضمائر. اللي عايزك النهاردة تختبر مريح الضمائر الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. ما فيش غفران بالأعمال. اوعى تفتكر ان اعمالك الطيبة والخيرة والممارسات الدينية تخلصك وتخلص ضميرك الذي يشتكي عليك. المسيحية سمعناها مرارا وتكرارا واقولها بكل فخر، المسيحية ليست دين، المسيحية ليست دين، المسيحية علاقة بشخص احبك ومات من اجلك لكي يغسل ضميرك الميت ويريحه. دي المسيحية، علاقة بشخص يغير الحياة ويغير الفكر ويغير القلب ويغير الضمير، شخص اسمه يسوع المسيح أحبك ومات من أجلك على عود الصليب. نيقوديموس تقرأ عنه في أصحاح 7، قرب منه، قرب، دافع عن المسيح في المجمع، كان قريب جدا. بس في يوحنا 19 يقول عنه الكتاب هذا الذي جاء الى يسوع ليلا مع يوسف اللي من الرامة، عارفين عمل ايه نيقوديموس ده؟ كفن المسيح ولفه وبالطيب واعلن ايمانه. وانا بصلي لكل نيقوديموس في بلدنا انه هيجي يوم نيقوديموس يعلن ايمانه بالمسيح، ومش هيبقى سر، مش هيبقى سر، مش هيبقى سر. نيقوديموس الرب بينادي عليك، الرب عايز يريح ضميرك بسرعة عشان الوقت. مريح الضمائر لكن كمان مشبع القلب، اللي بيدي الأمان، اللي بيدي السلام. ففي شخصيات كتيرة الكتاب اتكلم عنها والمسيح اتقابل معها. من ضمن الشخصيات دي سمعنا عن السامرية، سمعنا يوم الجمعة عن السامرية يمكن مرتين، عن المرأة السامرية اللي المسيح قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. المية اللي انت بتشرب منها هتفضل تعطش ليها طول الوقت، لكن المية اللي بيديها المسيح بتشبع قلبك فلا تعود مرة أخرى لمية العالم.
فاكرين المسيح في انجيل لوقا صح 12 ضرب مثل عن الغني الغبي. الغني اللي حط امانه في المال وحط شبعه في المال وارتواءه في المال وفرحه في المال، لما بص على المخازن وكل ما يمتلكه قال ايه؟ ابني مخازني هذه، اهدم مخازني هذه وابني اعظم منها، واقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيره لسنين عديده، استريحي وكلي واشربي وافرحي. عارفين الكتاب قال عن الرجل ده ايه؟ في اربعه اغنياء الكتاب اداهم القاب. الغني الغبي ده اللي قاعد يحوش 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 وحط امانه وشبعه في المال، وقال ان انا لما اجمع اجمع اجمع، ده كان بخيل على فكره ما بيصرفش، ها؟ وعمال يكبر واقول لنفسي ايه؟ استريحي بقى وكلي، افتكر ان المال هو مصدر الشبع، وافرحي افتكر ان المال مصدر الفرح، واشربي افتكر ان الميه بتاعه المال دي ستشبعه وترويه. الليله تؤخذ نفسك يا غبي، هذه التي اعددتها لمن تكون؟ غبي حط امانه في حاجات موجوده النهارده ومش موجوده بكره، في حاجات هتختفي هتنتهي. بس في غني تاني اتكلم عنه الكتاب، قال عنه حزين، الغني الحزين. عارفين الشاب الغني اللي قابل المسيح وقال له ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ بيغلط غلطه تاني، اعمل ايه عشان انال الحياه الابديه؟ مفيش حاجه تعملها عشان تاخد الحياه، مفيش حاجه تعملها تؤهلك للحياه الابديه، في شخص تتقابل معاه يؤهلك للحياه الابديه. بيقول مضى حزينا لانه كان ذو اموال كثيره، غني حزين، غني حزين. بس في غني تاني معذب، ده بقى الصريف، ده اللي بيصرف، غني ولا عازر، اللي قضى حياته يصرف يصرف ويبذر. يقول عنه الكتاب كان معذبا هناك. بس في غني رابع كان حاطط امانه في المال، كان حاطط قيمته في المال وشبعه في المال وطول قامته في المال، زكى، فاكرينه؟ يقول عنه الكتاب ذهب فرحا لانه تقابل مع المسيح. ده اللي بيريح القلب، ده اللي بيشبع القلب، ده اللي بيفرح. كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. اوعى تدور على الامان خارج دائره المسيح، اوعى تدور على الشبع خارج دائره المسيح، هتفضل تاكل من الخرنوب طول ما انت خارج دائره المسيح، هتفضل بتعتمد على مال مش بيديك لا فرح ولا سلام، بالعكس. يا بخت اللي عنده فلوس وفي المسيح، يا بخته. ويا بخت اللي ما عندوش فلوس وفي المسيح، لان ربنا يغنيه. وده اختبار داود، لم ارى صديقا تخلي عنه او ذريه له تلتمس خبزا. الشخصيه الثالثه في انجيل يوحنا لقاء تاني جميل قوي، في انجيل يوحنا اصحاح 5 مريض بركه حسدة، وده المسيح راح له. يقول الكتاب هذا راه يسوع، بيقول وبعد هذا من عدد 1 كان عيدا لليهود، فصعد يسوع الى اورشليم، وفي اورشليم عند باب الضأن بركه يقال لها بالعبرانيه بيت حسدة، لها 5 اروقه، في هذه كان مضطجعا جمهورا كثيرا من مرضى وعمي وعرج وعصب يتوقعون تحريك الماء، لان ملاكا كان ينزل احيانا في البركه ويحرك الماء. يكمل لغايه عدد 6 بيقول هذا راه يسوع مضطجعا وعلم ان له زمانا كثيرا، فقال له اتريد ان تبرأ؟ اجابه المريض يا سيد ليس لي انسان يلقني في البركه متى تحرك الماء، بل بينما انا اتي ينزل قدامي اخر. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي، فحالا برأ الانسان وحمل سريره ومشى، وكان ذلك في يوم سبت. مريض بركه حسدة ده راجل بقاله 38 سنه مريض، زمن عد عليه كم عيد دون؟ كتير. عد عليه عدد البشر قد ايه اللي عدوا عليه؟ كتير. ويمكن انا بتخيل في القصه مريض بركه حسدة قالوا له اهله، يعني قالوا له احنا هنحطك في الحته دي جنب البركه وهنيجي نزورك لغايه لما يجي مره الملاك واحنا موجودين نزقك في الميه فتخف، فانت خليك يا حبيبي قاعد في الحته دي. واعتقد انه اول شهر زاروه كتير، واول سنه زاروه كتير، تاني سنه قلت الزياره، وتالت سنه بعد 10 سنين ما بقوش يزوروا. بس 38 سنه
والمسيح جه يسأله قبله، أتريد أن تبرأ؟ بس خف. المسيح بيسألك الليلة، أتريد أن تبرأ من الجرح اللي جواك، من القلب المكسور اللي جواك؟ الرجل ده قال له ليس لي إنسان. ما أجملك يا يسوع، ما أجملك، ما أجملك. أنت بتاع الناس اللي ملهاش ناس، أنت بتاع الناس المحبطة، أنت بتاع الناس الوحيدة، أنت بتاع الناس اللي ملهاش حد، أنت بتاع الناس اللي فقدت كل رجاء وأمل، أنت بتاع الناس دي. ولو أنت واحد من الناس اللي فقدت الرجاء وعندها خيبة أمل في الناس ومليانة بالجروح ومليانة بالهموم، رب جاي لك النهاردة وشايفك. هذا رآه يسوع وبيسألك نفس السؤال، أتريد أن تبرأ؟ بصوا يا جماعة، نيقوديموس والسامرية ومريض بركة حزدة، التلاتة مع اختلافهم الكبير، واحد متدين، واحدة يعني مش ملهاش دعوة بالتدين مطلقا، واحد تاني بتاع قاعد الراجل ملوش لا حول له ولا قوة، حاطط عينه على الناس. تلاتة مختلفين تماما، بس التلاتة دول بيشتركوا في حاجة واحدة، خيبة الأمل. خيبة الأمل، واحد ضميره وجعه، واحدة قلبها جعان، واحد نفسيته مكسورة. والمسيح جه للتلاتة وكلم التلاتة وريح الضمير وأشبع القلب، وتغيرت السامرية وشفى مريض بركة حزدة. التلاتة دول حطوا أملهم في الشيء الغلط. نيقوديموس حط كل شيء في التدين، في الغسيل، اغسل ايدك ورجليك طول الوقت، اغسل ايدك ورجليك طول الوقت، ان لم تولد من الماء في ميه تانية بتريح الضمير، غير التدين، غير انك بتغسل نهار وليل، في ميه تانية تولد من فوق. السامرية حطت املها في ميه البير، كل من يشرب من هذا الماء يعطش. ومريض بركة حسنة حط امله في ميه البركة، انه لما يترمي فيها هنا للشفاء. بس ولا واحد ده من الحاجات دي، لا ريحت الضمير ولا ملت القلب بالشبع ولا شافت النفس المكسورة، لكن هذا اللقاء مع يسوع أراح الضمير وادى القلب الأمان والسلام والشبع وشفى النفس المكسورة. افتكر حنة وهي مرة النفس، تقرأ عنها في صمويل الأول، دخلت وبكت في محضر الرب، كانتش بتاكل، كانت مكتئبة، كانت حزينة، بس دخلت الهيكل واتقابلت مع ربنا. يقول عنها الكتاب وخرجت ولم يكن بعد وجهها مغير. الاكتئاب راح، الحزن راح. النهاردة ربنا الجاي لكل واحد فينا ضميره بيشتكي عليه وقلبه خايف ونفسيته مكسورة ومحصور في نفسه وحاسس بالوحدة، رب النهاردة بيدعوك إليه تختبر المحرر للضمائر والمشبع للقلوب وشافي النفوس. احنا ناخد وقت نصلي، بس ارجوك النهارده، ارجوك قبله. يقول كده طوبى لجميع المتوكلين عليه. يا بخت الناس اللي هتثق فيه النهارده، يا بخت الناس اللي هتطيعه، يا بخت الناس اللي هتمسك فيه، تقول له احنا بنثق فيك يا رب. غمض عينك في اللحظات دي. يمكن تكون النهاردة ضميرك تعبك، يمكن يكون قلبك اللي تعبك، يمكن تكون نفسيتك اللي تعبك. تعال ليسوع، تعالي ليسوع النهاردة. وانت في البيت تقدر تيجي ليسوع، وانت على شاشة التلفزيون تقدر تيجي ليسوع، تقدر النهاردة تيجي ليسوع. بينادي عليك، بينادي عليك، عارفك مش قادر ترتاح، قلبك كله جراح. تعال ليسوع عنده الأفراح، تعال إليه وسلم ليه وحط حياتك بين إيديه، هيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه. غمض عينك وانت بتسمع الكلمات الترنيمة دي، ما ترنمهاش، أنا مش عايزك ترنمها، أنا عايزك النهاردة تتأمل في الكلمات دي، تتأمل في الصوت اللي بينادي عليك،
وبيقول لك تعالى 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 دوق الرب، تعالى دوق طيبة الرب، تعالى دوق الرب اللي بيريح الضمائر، تعالى دوق الرب اللي بيشبع القلب ويعطي الأمان، اللي بيقول لك لا تخف لأني فديتك، اللي بيقول لك إذا اكتست في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك. بينادي عليك النهاردة، غمض عينك أرجوك في اللحظات دي واسمع الكلمات دي. تعالوا إلي يا جميع المتعبين، يا جميع المتعبين، يا كل اللي ضمائرهم تعباهم بسبب الخطية، تعالى تعالى إلي النهاردة، تعالى اطلع من مكانك، اطلع من تدينك، اطلع من العادات اللي انت بتمارسها عشان ترضي ربنا. النهاردة دم يسوع متاح، دم المصلوب متاح النهاردة، يغسل ضميرك، يغسل ضميرك، يغسلك من الخطية. الذي غسلنا بدمه يقدر النهاردة يغسل ضميرك ويدي ضميرك سلام ويدي راحة. النهاردة لو انت ضميرك تعبان، لو انت افتكرت وعشت متدين وكويس وربنا شايف امانتك، بس بيقولك النهاردة تعال الي، تعال الي، تعال انا اللي هريح ضميرك، انا اللي هدي ضميرك سلام. واحنا بنسمع القرار ده مرة تاني، واحنا بنسمع العدد ده مرة تاني، تعال الي. ما تترددش انك تجيله، ما تترددش انك تكلمه، ما تترددش انك تفتح قلبك ليه النهاردة. ولو دي صلاتك النهاردة انا عايزك تقف، لو الصلاة النهاردة انك جاي للمسيح النهاردة تقول له اغسل ضمير النهاردة رب، وديني راحة للضمير. اعظم راحة واعظم فرحة ان الخطية تتشال، تستر، انها تطرح وراء طرح وراء ظهره جميع خطايانا، طرحها في اعماق البحر فلا يعود يذكرها. دي اعظم فرحة، اعظم فرحة، أعظم فرحة للخاطي إنه ينال غفران الخطايا. مش كده وإحنا بنصلي كلمات الترنيمة دي، لو دي صلاتك أقف، أقف قول يا رب أنا جاي لك النهاردة، أنا تعبان وجاي لك، أنا عشت متدين وجاي لك، أنا عشت متدينة رب أعمل كل حاجة، أنا جاي النهاردة زي نيقوديموس إليك يا رب النهاردة. قول له ولدني من جديد النهاردة، تكسفش تكسفش تقف. المسيح على مسمع ومرأة من الجميع علق على خشبة الصليب عشان يقولك بحبك، عشان يقولك أنا جاي أريح ضميرك، عشان يقولك أنا جاي النهاردة أديك غفران للخطايا. ما تكسفش، ما تكسفش أنه يعرى أمام العالم ويجلد ويبصق على وجهه من أجلي ومن أجلك، وقال قد أكمل، قد أكمل. تعال إلي النهاردة، لو أنت قاعد في الساحة الخارجية، لو أنت في القاعات، لو أنت أمام شاشة التلفزيون
اقف ما تتكسفش. قول له يا رب انا جدي جدا في الطلبه دي النهارده يا رب، انا جاي بالصدق قدامك النهارده اقول لك اغسل ضميري يا رب، اغسل ضميري، اغفر الخطيه بتاعتي، استر خطيتي يا رب، استر خطيتي. عندك فرصه تدوق الاله اللي بيحرر الضمائر ويدي سلام للضمائر. يقدر يداوي ذنبك؟ مين يقدر يداري؟ مين جرحك؟ مين يقدر يداوي ذنبك؟ مين يقدر يداري؟ ليه خايف تتقدم لي؟ حملك ارمي لو جيت له بجد، اكيد لو جيت له بصدق هتنال غفران الخطايا. من يقبل اليه لا يخرجه خارجا. مش كده النهارده الدعوه؟ انك تاتي للمسيح، انك تيجي تدوق اللي بيحرر الضمائر وبيعطي راحه للضمير، اللي بيشبع القلب، اللي بيشفي النفس. تعال اليه. الترنيمة الجاية اللي هنصليها نقول بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، أنا هرجع لك. اوعى يكون منصبك، اوعى يكون تدينك، اوعى يكون مركزك، اوعى تكون الأيديولوجية بتاعتك وخلفيتك منعاك تيجي للمسيح. هتفضل عايش بضمير تعبان. تعال للمسيح النهاردة، وانت في البيت تقدر تيجي للمسيح، وانت في القاعات تقدر تيجي للمسيح. مش كده واحنا بنقول كلمات الترنيمة دي واحنا بنصليها، انا عايز كل اللي واقفين فوق وتحت في القاعة عايزين نيجي عند الصليب دول، عايزين كلنا نيجي عند المحرر اللي بيحرر الضمير، اللي بيغسل الضمير بدمه. عايزين نيجي نلمس الصليب ده ونيجي جنبه وحواليه نقول يا رب اغسل ضمائرنا النهارده يا رب، واشبع قلوبنا، وشيل القلب الحجري، القلب اللي مات جوانا، وحط قلب لحم جديد النهارده مليان بالامان والسلام. تعالى ما تتكسفش، تعالوا كل اللي واقفين الاعداد دي كلها في مكان كبير يشيلنا، وتعالى من تحت انزل. هنكمل الوقت هنا في الصلاه وفي التسبيح، هنصلي من اجل ان الرب يدي شفاء للنفس المجروحه وللقلب المكسور، وشفاء للجسد زي ما عمل مع مريض بركة حزن. ما تتكسفش، تعالى الاعداد الكبيره اللي واقفه دي تعالوا قدام، تعالوا خلونا نوزع نفسينا كده. تعالى حتى من القاعات، تعالى من الساحه الخارجيه، تعالى يسوع موجود بينادي عليك. تعالى اليه، تعالى اليه وسلم ليه. انت مش جاي الانسان، انت جاي للمحرر، انت جاي للطبيب، انت جاي للشافي، انت جاي للي بيغفر الخطايا، انت جاي للي بيغسل الضمائر، انت جاي للي بيشفي القلب وبيشبع القلب، انت جاي للي بيبني النفس المكسوره ويشفي النفس المكسوره. تعالى 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 من فوق، ما تخافش، هنكمل طول الاجتماع هنا. تعالى تعالى الاعداد الكبيره اللي فوق، تعالوا في اماكن، في اماكن. عايزين النهارده نيجي كلنا بايمان عند الصليب دول، الصليب ده اللي فيه حريه للضمير المتعب، الصليب ده اللي فيه الامان للقلب الخائف الخائر، الصليب دول ما صنعه المسيح على الصليب من اجلك لشفائك. تعالى بالاحضان الابويه واحنا بنقول الترنيمه دي، تعالى انزل، انزل من فوق، انزل ما تتكسفش. بالاحضان الابويه مرات كلها تعالى، قلبك ينادي عليا. بالاحضان الابويه قلبك ينادي عليا، ارجع واتمتع برضا عني هنا في المحبوب واسمع
تعالى له بالخطايا، تعالى له بالذنوب، تعالى له بكل شيء النهارده. ارمي الكل عند الصليب النهارده، ارمي الكل عند الصليب النهارده. ليك غفران، ليك غفران، صدق وصدقني ليك غفران النهارده. ودم ابنه يطهرنا من كل خطيه، مفيش خطيه اقوى ولا اكبر من دم المسيح، مفيش خطيه المسيح مش بيغفرها. المسيح النهارده جاي بغفران، جاي عايزك تختبره الاله الغافر اللي بيغفر الخطايا ويريح الضمائر. يسوع موجود النهارده، بص على الصليب قول له جاي لك بخطايا سنيني، بعمر اللي انقضى في انيني. جاي لك بخطايا سنيني، عمر اللي انقضى في انيني. انا جاي يشهد له جميع الأنبياء، يشهد له جميع الأنبياء أن من يؤمن باسمه ينال غفران الخطايا. من يؤمن بيسوع، من يؤمن به لا يدان، أما من لا يؤمن به فقد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وده اللي قاله نيقوديموس، ده اللي قاعد يشرحه نيقوديموس، عشان تتولد من فوق كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. عندك فرصة النهاردة تبص على الصليب، تبص على المصلوب، اترفع على الصليب من أجلك، اترفع على الصليب لتنال غفران الخطايا. هكذا بهذه الطريقة أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. آمن بابن الله النهاردة، آمن به، آمن بالمسيح. نيقوديموس آمن بالمسيح. تدينك، تدينك مش هياخدك لحتة، الحل انك تؤمن بابن الله كما رفع موسى الحية في البرية، رفع المسيح على عود الصليب لكي ننال جميعنا غفران الخطايا، لكل واحد يآمن فيه، لكل واحد يصدق في المسيح. مش بس كده، تتمتع بالمعية الإلهية، سيشبع قلبك في طول السكة وطول الرحلة ويملأ بالأمان، وتسمع الكلمات دي: ها أنا معك كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. تخافش من النهاردة، أنا معاك. القلب الخايف ده مش هيبقى خايف تاني لأن الكبير معاه. القلب اللي مش حاسس بالأمان بيقولك لا تخف لأني فديتك، أنا رحت على الصليب علشان أديك حياة أبدية. ما تخافش إذا اكتست في المياه فأنا معك، هتلاقي مشاكل وتحديات بس أنا معاك. وفي الأنهار فلا تغمرك، إن مشيت في النار فلا تلدغ واللهيب لا يحرقك. صدق، صدق النهاردة، صدق إن في إله مسكك بيد قوية قديرة ماشي معاك، هيملك بالسلام، هيملك بالتعزية. ذوق وانظروا ما أطيب الرب، ما أطيب شبع وأمان الرب. عايزين نيجي بالجروح بتاعتنا عند الصليب. تعال بجرحك عند الصليب، تعال بخطيتك عند الصليب. الذين هم للمسيح قد صلبوا الأهواء مع الشهوات. حط أهواءك وشهواتك وخطيتك النهاردة، حط جرحك عند الصليب. أوجاعنا حملها، أحزاننا تحملها. غمض عينك معايا وصلي الصلاة دي تحت الصليب. بركة عندك وتأمل في جراحاتك، بص على الصليب
اللي ما قدرش ينزل من فوق الأعداد دي، أنا عارف ما فيش مكان في الطرقات، بص على الصليب من فضلك وقول له يا رب أنا جاي عند الصليب النهاردة، أرمي الجروح وأرمي الخطية وأرمي القلب الموجوع والمكسور، أنت شافي القلوب. تحت الصليب برجع عندك وتأمل في راحتك، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن الشفاء فيه، حتى لو كان الرأس ثقيل، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن الشفاء صليها بصوت عالي، ما تتكسفش انك تكررها بصوت عالي، صلي صلاة توبة وعودة ربنا النهاردة، قول يا رب انا النهاردة جاي اقولك انا اؤمن باسم ابنك يسوع، انا اؤمن بما فعلته على الصليب من اجلي، اغسلني بدمك يا رب، اغسل ضميري بدمك، اغفر خطيتي، املاني بروحك القدوس، واشفي القلب المكسور والمجروح. انا جاي النهارده احط حياتي بين ايدك واقول لك من النهارده انت ابويا وانت سيدي وانت شافيا، انا جاي احتمي في صليبك يا رب النهارده، جاي اطرح الخطيه والشهوه والاهواء، جاي النهارده اقلع رداء التدين والبس رداء البر وثياب الخلاص. عايز اقولك الكلام ده ربنا بياخده بمحمل الجديه، قوله بصدق للمسيح النهارده، قول انا بحط حياتي وديعه بين ايدك الليله يا رب، من النهارده رب انا اكون بتاعك ملكك، همسك في ايدك يا رب وانت ماسك فيا وهمشي معاك السكه للاخر، سكة مليانة براحة للضمير وشبع وأمان للقلب وشفاء للنفس، خليقة جديدة في المسيح، الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا، لا للضمير المتعب، لا للقلب المكسور، لا للنفس المجروحة، صدق في يسوع. Thank you.
فقط، لكن بيشفي الأجساد أيضا. صدق في يسوع الشافي، صدق في يسوع الشافي. كان بيروح للناس بالأخبار السارة ويدعوهم للملكوت، وبالإيد التانية بيروح يشفي ويسدد احتياجات الناس. ويسوع موجود في وسطنا الآن، يمد إيده بشفاء للأجساد الآن، في بيمد إيده بشفاء ويصنع آيات وعجائب، يصنع آيات وعجائب وصيمة، هو أمس واليوم وإلى الأبد. اطلب لمسة شفاء لجسدك النهاردة، اطلب لمسة شفاء لجسدك. في كل مرة الملكوت بيكبر ويمتد والناس تأتي للمسيح نرى آيات وعجائب. قل له المس جسدي يا رب النهاردة، اشفيني اشفيني. وامشي. بيشفي الأمراض، كل أنواع الأمراض، كل أنواع السرطانات، أي خلية يقدر يشفيها. صدق صدق صدق. بيشفي العلاقات وبيشفي النفسيات، وبيشفي من الاكتئاب، وبيشفي من الوحدة، وبيشفي من الحزن. صدق في الصليب حمل أمراضنا. ارمي مرضك النهاردة ووجعك عند الصليب.
يا رب أنا بشكرك، بشكرك لأنك جاي النهاردة تلمس ضمائر وتلمس قلوب وتلمس نفسيات وتلمس أجساد يا رب. مجد الآب والابن في الشفاء الأيام دي يا رب، واسمع آيات وعجائب وسطينا. أشكرك وأعظمك وأعطيك المجد. عايز أقول لكل اللي واقفين في كل القاعات واللي هنا، لو النهاردة خدت خطوة مع ربنا، خليني أقول لك كم حاجة صغيرة تعملها. أول حاجة اقطع كل ما يتعلق بالماضي من النهاردة. إذا كان التدين أنت هتعمل، هتصوم بطريقة تانية وهتصلي بطريقة تانية وهتدي عشور بطريقة تانية، اقطع الممارسات القديمة النهاردة واقرأ كلمة ربنا. ارجع للكلمة، ناموس الرب كامل بيرد النفس، تشفي نفسيتك وتعلمك وترشدك وتعلمك. تلم على مجموعة مؤمنين زيك عندهم داقوا الرب، داقوا الرب، ونقول عظموا الرب معي زي ما قال داود. مش كده بعد الاجتماع كل الناس اللي وقفت فوق وفي القاعات وهنا في قاعة واحنا خارجين في طريق خروجنا على ايدنا اليمين، هتلاقي اخواتك بيرحبوا بيك وبيساعدوك لو عندك سؤال وبيصلوا معاك، وفي كورس اسمه الفا هيبدأ يعلمك ازاي تمشي مع ربنا الوقت اللي جاي. ارجوك اعمل كده، اقطع كل ما يتعلق بالماضي، ارجع لكلمة ربنا، اتلم على مجموعة مؤمنين، ما تمشيش السكة دي لوحدك. نفس الوقت ده نفرح بربنا في الوقت ده، نفسي نقول له متشكرين يا رب، انا هفرح بيك لانك انت بتكفيني وانت بتغنيني، مش هبص على نفسي ولا على ضعفي ولا على عجزي ولا على خطيتي، لان من الان انا خليقة جديدة، انا هفرح بيك. افرح بالرب، افرح بالرب، مريح الضمائر، مشبع القلوب، شافي النفوس. ممكن تنور النور. انا عايز الناس اللي اول مره النهارده بتاخد خطوه عشان تروح لربنا تبتدي حياه حقيقيه معاه، عايزك تطلع وتخش على القاعه على طول، عايزك ما تقعدش مكانك، يعني اطلع القاعه على طول في استقبال خاص. اذا كنت في الجاليري انزل، اذا كنت في الساحه الخارجيه ادخل على القاعه اللي تحت، اذا كنت واقف قدام تحركوا كده، تحركوا كده، خشوا على القاعه. واحنا بقيت الاجتماع لسه عندنا هنعبد الله بجمع عطايانا، وعندنا شويه اعلانات مهمه، انتوا بقيت الاعلانات هتتقال لكم هناك، فضلكم تفضلوا ناحيه قاعه
القاعة السفلية اللي في طريق خروجنا في الساحة الخارجية. باين تفضلوا عدو. أنا عبد الله بعطيانة. عندنا كم إعلان بسيط وبعدين هنختم مع فريق الحياة الأفضل. نديهم يد كبيرة عشان خاطر خدمونا النهاردة. كورس ألفا كورس ده برنامج لمدة 10 أسابيع للناس اللي عايزة تبتدي مع ربنا وتعيش مع ربنا. هيبتدي يوم الخميس 19 مارس، وإذا العدد زاد هيبقى هنا في الكنيسة مش في القاعة الجديدة. الخميس احنا لغاية دلوقتي في حوالي 300-350 واحد سجلوا في ألفا كورس. أشجعك إذا عايز تعيش مع ربنا وتكمل مع ربنا من فضلك املى استمارة في ألفا كورس. هيبتدي الخميس 19 مارس كل خميس لمدة 10 أسابيع الساعة 6:30 مساء. الإعلان الثاني المهم قوي هو مؤتمر الصلاة. الشهر ده عندنا احتفالين كبار، النهضة ديت اجتماعات الانتعاشية، وفي آخر الشهر عندنا مؤتمر الصلاة السنوي اللي بنعمله في بيت الوادي اللي فيه آلاف من الناس. ننتظر ان آلاف الناس تيجي من كل مكان عشان نحتشد أمام ربنا من أجل مصر، من أجل مصر في الوقت اللي احنا بنعدي فيه دوت. احنا عايزين نصلي أكتر مما صلينا زمان. الدنيا هديت لكن ما خلصتش، احنا لسه عندنا وقت صعب محتاجين نصلي كما لم نصلي من قبل. والدعوة دي لكل الطوائف ولكل الكنائس ولكل اللي بيحب ربنا وبيحب بلده، تعالوا معا نصلي. مؤتمر من 26 ل 28 مارس، من 26 ل 28 مارس في بيت الوادي. التذاكر 60 جنيه لليوم الواحد، 150 للثلاث ايام، احسن لك طبعا ثلاث ايام، 25 جنيه للفرد اللي جايب عربيته المخصوصه ومش مكلفنا المواصلات، 25 جنيه لليوم، دي اقل تكلفه. احنا عايزين نساعد ان اكبر عدد مننا. احنا بننتظر ناس من طوائف مختلفه ومن كنائس مختلفة نحتشد أمام ربنا، وعندنا أشواق كبيرة قوي للمؤتمر دوت. في طريق خروجنا أفتكر الحجز بتاع مؤتمر الصلاة في الشارع، عشان كل الكنيسة مليانة دوائر المغلقة، فترابيزات المؤتمر في الشارع. احنا الشارع بقى تبعنا، يعني نشكر ربنا من أجل بلدنا العزيزة أفللنا الشارع. فيعني على الشاشة هنلاقي المواعيد بتاعة الكنيسة الأسبوعية. اجتماع مساء الأحد بيرحب بكل الناس الجديدة اللي جات النهاردة، ويوم الحد اللي جاي في دعوة خاصة تقدر تاخدها وتيجي بيها أو من غير الدعوة أهلا وسهلا. الأحد 15/3 الساعة 5:30 بيدعوك لحفل الترحيب لكل الناس الجديدة اللي تحب تنتظم في اجتماع مساء الأحد في حفل خاص وكارت خاص بدعوة يوم ال 15 ده الحد الجاي، صح؟ صح كده؟ طيب أحسن، أنا في المواعيد والأزمنة خرفت خالص. طيب خلينا نقف مع بعض وإحنا بنختم الثلاث أيام الرائعة دي اللي ربنا باركنا بيها، شرفنا بيها بعمل إلهي في حياة ناس كتير. ناس كتير دائت وشافت قد إيه ربنا حلو، عكس ما كل الناس بتقول، عكس ما كل الناس فاكرة. ربنا حلو جدا جدا جدا. قول معايا كده، زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله من أغنيكم. قولوا معاه، مش هو اللي هيقول لوحده، هو بس هيقودنا عشان أنا صوتي وحش، لكن احنا كلنا مع بعض. زيدوا المسيح تسبيح، زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله من أغنيكم. نادوا الأبطال أبطالوا، يمشوا بصليب قدامكم. زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم. نادوا الأبطال أبطالوا، يمشوا بصليب. قولوا أم، قولوا أم، والموت ماله سلطان، وما فيش إلا دمه الغفران. قولوا آمين.
غلب العتمة. نور هيا نلونها، قولوا غلب العتمة وسلطانها. نور هيا نلونها كده. أراكم ستفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. خلينا نختم الوقت ده. صلي معنا الصلاة الربانية التي علمنا المسيح إياها. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر. بالمسيح يسوع ربنا لديك الملك والقوة والمجد، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم الآن وإلى كل الدهور. آمين.